السلام عليكم، كديري لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كي درتو مع رمضان؟ كلشي هو هذاك غادي مزيان. اليوم البنات نهار 15، يمكن عندنا اليوم 15 في رمضان. الله يفوتو علينا بالصحه والسلامه يا ربي وبالمغفره، والله يتقبل منا ومنكم. بنت لي الشميشه، قلت اليوم ديال الصابون غادي نصبن. خلاها راجلي كيقول لي نهار ديال الشميشه كتفرحي، كتقولي واو الشميشه ديال الصابون، ما تقولي الشميشه ديال الخرجه، ما تقولي الشميشه ديال نمشيو نديرو شي باربيكيو فشي بلاصه، كيبان لك عا تماره كتقلبي على تماره. المهم انا قلت لكم بانت لي الشميشه، قلت اليوم غادي نصبن واحد الحوايج صراحه كتجمعهم ما ساليتش اليوم مع الخدمه، يلا اليوم قلت غادي نصبنهم. هما يلا خرجتهم من الشافه، غادي نجلس نطويهم. هما جبل ومازال باقي، راه كتسمعوا الصداع. لا سيشوز خدامه، دايره فيها واحد المانطا ديال بنتي وليد غادي ولها راهم ينشفوا حتى هما. وهادشي اللي كاين دابا، غادي نجلس نطويهم نتلاها فيهم واحد شويه. راه دابا جوج لا ربع عندنا، غادي نجلس دابا نطويهم وكنتفرج في بنت باب الله الحلقه الثانيه هذه. نجلس نتفرج ونطويهم او ميم طون على ما يوصل وقت الفطور ونمشيو نوجدوا الفطور ديالنا. قبل ما نبدا البنات قبل ما نبدا نطوي الحوايج، غادي نعجن واحد البطبوط حيت خاصو يخمر باش ما نتعطلش. غادي ندير البنات واحد البطبوط، كديروا عدوزتي كيجي غزال، كيجي رائع البنات. غادي نحتاجو فيها البنات الفورس والسمول، غادي نحتاجو فيه معلقه كبيره ديال الزبده. هذه البنات هي ما كديرهاش، تقدروا ما ديروهاش، انا كنزيد معلقه ديال الزبده. بيضه، واحد الساشي ديال الفاني، فين غادا ساشي ديال الفاني مليحه، والسكر واحد شويه ديال السكر. والعجينه البنات غادي نعجنو بالحليب، نسيت انا ما درتش الحليب يسخن، غادي ندير الحليب يسخن شويه باش غادي نعجن. صافي هنا البنات غادي ندير المقادير كلها في خطره واحده على ما يسخن ليا الحليب. غندير هذيك الزبيده، المعلقه ديال الزبده، بيضه، غندير واحد المعلقه كبيره ديال السكر، غادي نزيد الفاني، كتجي في هاد الفاني البنات كيخلي داك البطبوط كيجي منسم بهذيك البنه ديال الفاني، كيعطي فيه واحد المذاق زوين. وغادي ندير مليحه، غادي نزيد الخميره البنات، نسيت ما قلتها لكمش في المقادير، واحد المعلقه كبيره ديال الخميره، وصافي. دابا غادي غير يسخن ليا الحليب شويه وغادي ندير هذا الشيء تعجن. غنبقى كنزيد الحليب شويه بشويه حتى كتجمع ليا العجينه، عجينه عاديه بحال العجينه ديال البطبوط العادي، غير هي غادي نديرها شويه مرخوفه باش يجيني البطبوط مهوي من الداخل ويجيني رطب. صافي البنات ها هي العجينه تجمعات ليا، كما قلت لكم خاصها تكون شويه خفيفه ما تكونش قاصحه بزاف. صافي وغادي نغطيها دابا ونخليها تخمر مزيان للمره الاولى، وعاد غادي نقطعها باش نديرها كويرات هكا ديال البطبوط. صافي انا ساليت البنات، كملت الطويان. المهم الحوايج اللي كيتطواو راهم طويتهم، واللي كيتعلقوا درتهم في لي سيبور. نمشي دابا نرجع كل حاجه لبلاصتها ونتلاقاو في الكوزينه.
انا جبت الورقه البنات من الكونجيلاتور، بغيت نصاوب بيها بسيطلات. غادي نخليها كترخف على خاطرها، وغادي نوجد الحشوه باش غادي نعمر العماره ديال البسطيله، باش غادي نعمر هاد الورقه هاد. غادي ندير البنات واحد البسيطلات صغار مالحين، كيجيو بالدجاج ولكن ماشي حلوين، غادي نديرهم مالحين. المقادير اللي غنحتاجو فيهم البنات، انا حطيت المقادير كاملين في دقه واحده، ولكن هما الطياب تاع هاد البسطيله غيكون على جوج ديال المراحل. المهم انا دابا حطيت كاع داكشي اللي غادي نوريكم كاع المقادير اللي غادي نحتاجو في هاد الوصفه، ومن بعد غادي تشوفوا معايا المراحل. دونك اول حاجه غنحتاجو لها هي الدجاج. انا عندي هنا الدجاج غير من الصدر، ولكن تقدروا ديروا الدجاج، تقدروا ديروا الدجاجه كامله ومن بعد منين طيب تقطعوها. المهم انا عندي هنا عندي الدجاج، ودايره معاه واحد تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، هي فاش غادي يطيب. عندنا مليحه، عندي ورقه سيدنا موسى، عندي المطارد، لاصوص صويا، صبر ومعدنوس مطحونين، بصيله مقطعه، الهريسه الحار. عندي هنا تقريبا واحد ربعه ديال الدروس ديال الثومه، عندي الحامض مصير مقطعه هنا رقيق، والعطريه عندي تحميره، سكنجبير، الكمون، خرقوم والابزار. دابا غادي نبدا بالدجاج هو الاول، هذه هي اول مرحله غادي نديرو في الطنجره. دونك غادي ندير الدجاج البنات، وغادي ندير معاه هذيك الزبيده، غادي نزيد معاه البصله، غادي ندير معاه مليحه، شويه ديال الملحه، الابزار والسكنجبير، ورقه سيدنا موسى. الا عندكم ورقه لحوم هكاك، انا ما عنديش، درت هذه مطحونه. غادي نزيد المطارد، تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال المطارد، وغادي نزيد واحد شويه ديال الصويا، ديال صوص صويا، هادشي البنات ما كيتشحر ما والو. غادي هادشي ها هو درتو هكا، غادي نزيد غير واحد شويه ديال الماء صافي، وغادي نسد عليه نيشان، في غنسد الكوكوط نيشان وغنخليه يطيب. هاي العجينه البنات خمرات، الخميره الاولى غادي نحيدها دابا من البول، غنحاول نخوي من هذاك الهواء. صافي غادي نقطع هذا بكريسات صغار على حسب القياس اللي بغيتو، انا كنديرهم شويه صغار. كنديرهم بهذا القياس هذا. كنطلقهم شويه بالمدلك باش يجيوني ساهلين، وباش كنربح حتى الوقت صافي، وكنقادهم بيدي.
الثانيه البنات بحال الا غنصاوبوا واحد الشرموله اللي غادي نشحروا فيها كل شيء. عندي هنا الربيع عندي هنا القزبر ومعدنوس غادي نديرهم، غنزيد عليهم الثومه الحامض هريسة غنزيد الملحة، ولكن غير القياس ما غاديش نكثر حيت مازال غادي نزيدو لاصوص صويا وهي كتكون مالحة. وغادي نزيد العطريه، غادي ندير تحميره شويه ديال الابزار حيت درنا الهريسه، خرقوم شويه ديال الزنجبير كمون شويه، غادي نزيد شويه ديال الزيت وشويه ديال الماء باش ما تحرقش لينا هذيك العطريه. غادي نحاول نخلط كل شيء وغادي نديرهم فوق البوطه حتى يتشحروا. هذيك الشرموله البنات هي تشحرات، غادي نزيد عليها دابا شويه ديال الشامبينيون اللي سكترتو مزيان، غادي نخليه حتى هو غير يتشرب هذيك اليقامه اللي درنا في الشرموله صافي، وغادي نطفي عليهم على ما يطيب الدجاج وغادي نقطعو ونزيدو عليهم. صافي ها هو الدجاج راه طاب هانتوما، غادي نحيد هذاك الدجاج من هاد المريقه، وهاد المريقه غادي نخليها هي اللي غادي ندير فيها الشعريه الصينيه باش كتسلق. صافي انا بقات ليا هاد المريقه البنات، غادي ندير فيها دابا الشعريه الصينيه باش تسلق ليا. صافي غادي نرجعها فوق البوطه واحد شويه، والدجاج البنات غادي نخليه حتى يبرد مزيان وعاد غادي ندوزو نقطعو، خاصو يتقطع مكعبات. انا غادي نشوف معايا كيفاش غادي نقطعو. صافي ها هو البطبط خمر ليا، غادي ندوز دابا نطيبو، غادي ندير شويه ديال الزيت في المقله صافي، وغادي نبقى كنطيبهم بحال كنقليهم. صافي ها هو الزيت ديالي سخن البنات، غادي نبدا دابا نقلي. شاد هادي الشيطان اسكيو كتغوتي كملتهم البنات في الطياب. انا غادي نوريكم كيفاش كيجي، وشوفوا كيجيو خفاف البنات ورطبين هانتوما، شفتو؟
شفتو كيجيو رطبين بزاف بحال القطن، وكتجي فيهم ديك الريحه ديال ديك النسمه ديال الفاني كتجي فيهم حتى هي زوينه. هانتوما البنات هذيك الشعريه راه تسلقات، قليتها حتى تشربات مزيان هذيك المريقه، صافي شرباتها كامله. دابا غادي نحيدها وغادي نقطعها هكا بالمقص، وغادي ندوز نقطع الدجاج حتى هو. الدجاج البنات ماشي غادي نفرتوه بحال البسطيله ديال البسطيله الحلوه، ولكن غادي نقطعوه، يعني نقطعوه مربعات صغار. صافي ها هو كلشي واجد هنا. هذا الدجاج اللي قطعته هكا، حاولت نقطعو هكا مرصوات صغار، والشعريه الصينيه اللي قطعتها ها هي حتى هي طابت في هذيك المريقه. وهنا هذيك الشرموله اللي وجدنا وشحرنا فيها شويه الشامبينيون. دابا غادي نزيد كلشي على هاد الشرموله، غنزيد الدجاج والشعريه الصينيه حتى هي. غادي نزيد عليهم دابا الشعريه، غادي نزيد شويه ديال صوص صويا. صافي غادي نبقى كنحرك مزيان حتى كتشرب لينا هذاك الدجاج، كيتشرب لينا مزيان ديك الشرموله اللي درنا. وصافي وغادي نطفي عليه وغنتسنى حتى يبرد شويه باش غادي نعمر البسيطلات. غادي نبدا نعمر البسيطلات. انا درت في الزلافه باش كناخذ بها القياس باش يجوني كلهم، باش يجوني كاملين قد قد. صافي وغادي نبدا نسدهم. انا ما كنلصق ما والو البنات، ما كنلصقهمش. صافي غادي نبقى غير كنسدها بشويه بحال هكا حتى نجمعها كامله من الجناب ونديرها في اللاطه.
البسطيلات ديالي البنات، غادي ندخلهم دابا للفران يطيبوا، نشعل عليهم من التحت حتى يطيبوا مزيان، وعاد غادي نشعل من الفوق باش يتحمر لهم الوجه ديالهم. صافي البسطيلات هما البنات طابوا تحمروا، انا غادي نوريكم. بابا هانتوما بابا وي ماما هانتوما هما تحمروا، دابا غادي نزيد عليهم غير شويه ديال الفرماج من الفوق من الوجه غير باش نزينهم، هاك غير باش ما يبقاوش بحال هكا ما فيهم والو. غادي نزيد عليهم شويه ديال الفرماج من الوجه وغادي نرجعوا الفران شويه غير يذوب ونحيدهم. وهذه هي الطبيله تاع اليوم، كنتمنى لا فيديو تكون عجبتكم البنات وبصحه فطوركم، وكنقول لكم الى فيديو قادمه ان شاء الله. السلام عليكم.